السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ الصف الرابع، أهلا بكم في درس جديد من دروس الإملاء. إذا كانت همزة الوصل تكتب وتلفظ في بدء الكلام، وتكتب ولا تلفظ في وسطه، فهناك أحرف تكتب ولا تلفظ، وهذا موضوع درسنا. منها الألف الفارقة، اللام الشمسية. ما هي الألف الفارقة؟ ما هي اللام الشمسية؟ أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالتعاون على أعمال الخير. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ما نوع الكلمة تعاونوا؟ فعل. هل لفظت الألف في آخرها؟ تعاونوا. لم تلفظ. تعاونوا. ما الحرف الذي سبقها؟ واو الجماعة. ماذا نسمي هذه الألف؟ نسميها الألف الفارقة. الألف الفارقة هي الألف التي تكتب بعد واو الجماعة المتصلة بالأفعال ولا تلفظ. تعاونوا. تقسم لام ال التعريف إلى لام قمرية ولام شمسية. قمرية تكتب وتلفظ وتأتي ساكنة، القمر البر. شمسية تكتب ولا تلفظ، يأتي الحرف بعدها مشددة، الشمس، التقوى. افتحوا الآن دفاتركم على الصفحة 69. أقرأ الإعلان الآتي ثم أجيب. تعلن شركة النسيج عن بيع أقمشة قطنية بأسعار مخفضة. بادروا إلى الشراء من هذه الأقمشة واستفيدوا من عروضنا. زورونا تجدوا ما يسركم. أستخرج من الإعلان السابق الكلمات التي اشتملت على أحرف كتبت ولم تلفظ. النسيج، بادروا، الشراء، استفيدوا، تجدوا. أكتب كلمات من عندي تشتمل على أحرف تكتب ولا تلفظ. ادرسوا، اكتبوا، النجاح، التفوق. أكتب إعلانا عن منتج معين وأحرص على كتابة كلمات فيها أحرف تكتب ولا تلفظ. تعلن شركة الزيت، تعلن شركة الزيت عن بيع زيوت نباتية، عن بيع زيوت نباتية بأسعار مغرية. تعلن شركة الزيت عن بيع زيوت نباتية بأسعار مغرية. زورونا تحصلوا على ما يسركم. زورونا تحصلوا على ما يسركم. أصوب الأخطاء إن وجدت. عزيزي التلميذ، دقق كتابتك كلمة كلمة.
بارك الله بكم، أستودعكم الله.